اهلا وسهلا فيكم. احنا في مطار اتو وراي النافوره الحلوه اللي موجوده في مطار اتو، بتميز هذا المطار. زي ما انتم شايفين بتعطي اشكال كثير حوالي، يمكن مش واضحه كثير. حاحكي لكم شوي اليوم عن شغله جديده من اسرار التسوق اللي بنحكي فيها، اللي هي العطور. العطور كثير ناس بحبوا يشتروها. حاحكي لكم كيف تختاروا العطور، شو معنى الكلمات اللي موجوده على العطور. خليكم معنا في الفيديو عشان تشوفوا. موضوع العطور معقد شوية لأنه في كتير أمور لازم تنتبهوا لها. في أهم شغلتين اللي بركزوا فيهم بالعطور، اللي هو المادة العطرية والكحول. تركيز المادة العطرية هو المهم، هو اللي بعطي أسماء. في 5 أسماء مشهورة اللي هي برفوم، إيدو برفوم، إيدو تواليت، إيدو كالون، أند أوفريشي. طبعا هذا كله بس عشان يبين للناس نسبة الكحول أو نسبة المادة العطرية اللي موجودة في العطر. البرفوم هو أكثر واحد بيكون في نسبة المادة العطرية، بتكون تقريبا من 20-40%، عشان هيك بتضلها حوالي 8 ساعات على الجسم، وتعتبر هاي يمكن من أكثر العطور اللي بتستخدم وأغلاها. وهي كويسة كتير للناس اللي عندهم بشرة حساسة لأنه بتقل فيها نسبة الكحول. النوع الثاني بيسموه ايدي برفوم او ماء البرفومز، بتكون نسبة تركيز العطر فيها من 15-20%، عشان هيك بتكون سعرها دائما اقل من السعر اللي موجود في الفئات الثانية، وبكون هذا اكثر اشي موجود بالعالم. وصراحة ويمكن اكثر اشي مشهور ويستخدم بين الناس. تقريبا من 4-5 ساعات بتضلها نسبة كم العطر موجودة على الجسم، وهي كويسة كتير لفصلي الخريف والشتاء، وكتير من الناس بحبوها خاصة النساء. النوع الثالث اللي هو ايدي تواليه او ماء التواليه، بتكون نسبة الكحول فيها اقل من 5-15% ماكسيموم، وطبعا هاي بتضلها حوالي 3-4 ساعات ماكسيموم على الجسم، وكويسة لفصلي الربيع والصيف. آخر نوع اللي هو أو الرابع اللي هو اسمه إيدي كالون، نسبة المادة العطرية بتكون فيه من 2-5% ماكسيموم، وهو بيعتبر من أرخص الأنواع اللي موجودة في السوق. بتبقى فترته على الجسم تقريبا 2 ساعة، بتتبخر بسرعة، وبيعتبر كويس ومنعش في أجواء الحارة آخر نوع اسمه أودي فريشي. هذه بتكون العطور الأقل نسبة المادة العطرية فيها، بدون ماكسيموم 2 ساعة، وبتكون نسبة المادة العطرية فيها وزيوت العطرية من 1-3%. طريقة تحطوا فيها العطر لما بدكم تجربوه، انكم ترشوه على معصم اليد، يعني زي هون هذا المكان بالضبط، وتفركوه وتخلوه ل شايفين هذا المكان، تفركوه وتخلوه لساعة أو نص ساعة وانتوا في المطار، تقدروا تتعطروا وتشموه، بعدين تقدروا تشموه عشان تشوفوا تفاعل جسمكو والعرق تبع جسمكو مع العطر نفسه. بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو واخذتوا معلومات اكثر عن العطور وكيف شرائها ونسبة الكحول اللي موجودة فيها ونسبة المادة العطرية وقديش بتضل على الجسم وايش لازم تستخدم بالصيف وايش لازم تستخدم بالشتاء. كل هاي الامور ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. يعطيكم العافية وسلام.